هذا قدام كما قلت لك ديال السيد مول الدم هو سميتو العربي الجعبه. وج خطرات القميصه ديالك كيقيس الدم، دخلت مره الاولى وجيت بدلت القميص ورجعت قميص اخر وتعاودتني التوشه. وديك الساعه كان باك البصري هو اللي شاد الامور، فهمتي، عطاهم التعليمات وصافي شوفوا لي حل. اذا مادام انه عطى الامر ديالو هذيك الاوامر ديالو عندها ناس ديالها، فهمتي، من ضمن هاد الناس هو العامل. اني عندي لاكارت بلونش، راه فيه لا عنده لاكارت بلونش ما تيوقف مع حتى شي واحد. تاريخ 25/6 نفس التاريخ اللي كيدعي فيه رئيس المختبر انه التاريخ اللي تسلم فيه الملابس ديال العربي زعما مع بحانة الريكس. كان الضحيه كانت تتردد على حانة الريكس وحانة بالمي. كما قلت لك راه واحد الاشاد اللي شفت فيه السياره، شفت فيه السائق اللي كان تيتردد على حانة بالمي واحيانا مع الضحيه، فهمتي. حدي شفت في الضحيه بحال قلت لي السلام عليكم، وشي الاخرى قلت لهم السلام عليكم، صافي زدت بحال هادي. هادي هي العلاقه اللي بين الضحيه. الضحيه كيجي واحد المكان عمومي. سؤال، شكون هاد الجهه هادي اللي كانت مهداه وشويه تفاهمت معاه وشويه دارت لي ميل طبي لان مختل عقليا وشويه خرجاته من السجن من العقوبه ديال 5 سنوات. مطمئن من حاجه واحده، ان السيد اللي فكيته ما حاضر ما غادرش ليبيا. قلتها لي، قلت لي الا سافرتي غيتم الاعتقال ديالي. قال لي ما غاديش نمشي حتى تدوز المحاكمه ديالك ومشي ناكد. وفعلا هزيت البيرمي كنشوف فيه، جا العمد شد البيرمي كيشوف فيه النوع ديال الدم ديال السيد اللي فكيتو، عنده او بليس. مشيت عنده المصلحه تما، دخلت عندو البيرو كيشوف كي دابا عيط على السيد اللي فكيتو وتحرر المحضر اليوم، ما عيطش لي دابا في هذه اللحظه هذه، راه من هنا للمكتب ديال الوكيل العام. إذا حنا غنصدقوا رئيس المختبر العلمي، غنقول له خديتي يوم 25/6، إذا الفارق بين 17/6 و25/6 شحال؟ جاوبني انت يا خويا اللي كتسجل. السلام عليكم، تحية للمغاربة داخل وخارج أرض الوطن، تحية لكم في هذه العواشر المباركة السعيدة، نتمنى تدخل عليكم بالصحة والعافية ورمضان مبارك سعيد وصح فطوركم وسحوركم. تحية مع أخوكم بن طازوز محمد. الناس اللي كيتسائلوا على القضية ديالي نعاودوا نجبدوا الأطوار ديالها أو التفاصيل ديالها. أنا القضية ديالي وقعت سنة 98، 98 هاك اللحظة أنا خدام في لابيل في المهدية. قبل ما الخدمه ديال المهدي كنت خدام في الريكس في فيلاج. بحكم واحد الظروف طارئه اني انقطعت عن الدراسه ديالي في السنه الرابعه ثانوي، كان تم النداء عليا المنتخب الوطني للملاكمه. بحكم النداء ديالي كبرت الطموح ديالي كبر، فكرت في الاحتراف. كان الوجهه هي اسبانيا، ما عندي لا لاكاطاك الساعه، ما عندي لا باسبور لا حتى شي حاجه. مشيت عند القائد طلبته على شي بطاقه يصاوب عليا، صاوب لي بطاقه ديال القياده. بصراحه دايره واقعه وقعت، ومشيت بها حتى الناظور، من الناظور مشيت الفرخانه، من الفرخانه كندخل عبر الاسلاك كندخل مليليا. صافي درت بلاصيت مع الملاكمين، ولكن جات المسائل ديال التوثيق ديال الاوراق وداك الشيء ضروري من البطاقه الوطنيه. طالبوني باش ضروري خصني نحصل على البطاقه الوطنيه ديالي ونجيبها ومرحبا بيا. وفعلا رجعت على اساس اني غادي نصوب البطاقه الوطنيه ونرجع للوجهه اللي جيت منها. جيت نصوب البطاقه الوطنيه لقيت واحد الاشكال. شنو هذا الاشكال؟ انا نهار زدت الطبيب اللي شرف على العمليه ديال الولاده ديالي انه قيد النسب وما قيدش الاسم. طلبوا مني اني نرفع دعوه قضائيه ضد الوالد ديالي، رفعتها، ولكن بحكم على الملف اللي كيمشي بهذا الاطار الوالد ما تيحضر، ما هو الملف اللي غادي وانا كنت غادي متابعه. ترفض الدعوه للولاد الثانيه بحكم الرفض هذا. ما كتريني كتبريباري خصك ضروري واحد المولد مالي. درنا واحد التفليجه بالخبازه المخازنيه المشاكل داكشي صافي. تخليت عليها، جا واحد صديق ملاكم كان الى كان فرنسا تقول لي باش سولت قنيطرانيت، اقترح عليا اني ندير
رجل امن في واحد الملهى سميتو راكس هنا في الفيلاج. مشيت على اساس اني غنخدم واحد 3 شهور ولا 4 شهور بلا ما صابت تقادات الامور، نصاوب البطاقه ديالي، نصاوب الوراق ديالي ورجع للمليليا. المشكل البطاقه ما تصاوبتش، فهمتي؟ طرف الدعوه الاولى الثانيه الثالثه بقات غير في هذا المسار بحكم بحكم البريباراسيون خصك المورد المالي. خدمت في هذاك الحانه ديال ريكس كرجل امن، والاخ باس هو اللي كان هو اللي قادني لهذا العمل هذا. وكنت على اساس انا كما قلت لكم 3 شهور 4 شهور الامور تطورت لاكثر من 10 سنين بحكم هذا العمل هذا. تعرفت على بزاف النقاط، فهمتي؟ واحد الجريمه ديال القتل وقعت تما تقريبا في 93 ديال واحد السيده، واحد الدريه تقتلت تما، وكان سوق على الام ديالها هي المستهدفه. والرئيس الاقليمي ديك الساعه دار معنا اجتماع وطلب منا يد المساعده، وقالوا لنا بان مسروقات منهم عمله وطنيه واجنبيه وذهب، فهمتي؟ بحكم هذه المعلومات اللي عطاونا نفس الاسبوع تقريبا في الاخر ديال الاسبوع تيدخلوا واحد الاشخاص للحانه اللي خدام فيها، وديك بحلول مثلا الثانيه ليلين الثالثه تنسد الباب وكندخل نريح الداخل. ديك الساعه ما تيبقاوش اللي كليهم كيدخلوا. مريح فيها كنريحت في القنت، في القنت اللي مريح فيه مريحين هذوك الناس اللي قلت لكم. تسمعهم تيهضروا على الجريمه. شويه ناضوا واحد بغى يصرف الفلوس، فهمتي؟ عمله اجنبيه بغى يصرفها، قلت لي سير سافي صرف. مشى رجع شويه بدر هذاك الاموال اللي صرفها شويه، جبد لي واحد الخاتم ذهبي قال لي واش تشري عندي هذا. اذا هما بان عندهم الذهب، بان عندهم العمله الاجنبيه، العمله الوطنيه كانت عندهم في ديجا في الاول. هضروا على الجريمه. اتصلت مباشره لصاحب المحل قلت لي راه الناس اللي في القنت راه هضروا على الجريمه واللي كان واللي كاين، شنو الاجراء اللي غنديروا دابا؟ قال لي شنو بان لك؟ قلت لي نعيطوا على لابيج. وفعلا تم النداء عليهم جاو بحكم هذاك المعلم مول المحل اختار كيطلع عليهم في حوكه. المهم حسوا بشي حاجه، فهمتي؟ ناضوا غادي مساحبن هذاك الشخص اللي عنده الذهب واللي عنده العمله الاجنبيه جاي هو الاخر. انه مجرد اقترابه من الباب ما نكذبش ضربته وطاح في حوكه، سديت الباب. جاو رجال الامن فعلا هزوا داو بالاموال ديالو بالذهب ديالو بك العمله الاجنبيه ديالو، وزايد على التصريحات اللي صرحت ليهم داوهم صافي عادي الامور. قلنا لنا واحد الخدمه، فهمتي؟ راه جريمه ذاك اليوم تقتل ساك الدريه يقدر ربما تموت اختي ولا اختك ولا اي واحد، هذاك مجرم خصو خصو ياخذ الجزاء ديالو. وفعلا لا غدا تلاقيت مع واحد الضابط بلا ما نذكر الاسم ديالو، قلت لي مدرا شنو لقيتو على داك السيد؟ قال لك ما لقيني عليه والو. قلت له داك الذهب وداك الفلوس الاجنبيه منين جاتو؟ قال لي ما عنده حتى شي حاجه. اذا انا درت لي عليا شغل وما دار، فهمتي؟ صافي نسيت الموضوع عليا. المهم اللي ما جيتي كمواطن درت واحد المبادره ديالي. الجهه المسؤوله تلاقات مع شي ناس ما قدروش المسؤوليه ما خدموش شغل وما داك، فهمتي؟ داز تقريبا واحد تقريبا زي شي اسبوع في هاكا كنتقهوى في التغازل تيتبان لي واحد السياره قهويه، فهمتي؟ نوع بيجي بيجو مستوكيه، فهمتي؟ منهم هذوك الناس اللي كانوا عندي تما في الحانه، واللي واحد فيهم سلمتو للشرطه. ساليت هاكا كيقول لي واحد الراس مشي لابيجي، واحد الراس يقول لي كان واحد النهار ديال التحدي. صافي ديما في الموطور تميت غادي، وعندي المرايه كنشوف مراقبهم تنكسيري كيكسيري وكنكريتي تينقصو تا هما. لحقت الناحيه ديال العلامه قبل ما نلحق الدور ديال العلامه، حبس في حوكه حتى هما حبسوا. انا بحكم الموتور عندي نوع كبير الحجم وعندي الروي ديال الكرومبوز داكشي، ضربت في التطوار تجاوزتو ودخلت في واحد الزنقه كاين واحد مستكة في القنت تما. هما بحكم ان ملي نقص انا التطوار لا بغا يتبعوني مباشره ما يمكنش ما يطلعوا فوق التطوار، خصهم يمشيو حتى لجهه القياده عادي يدورو عادي عاد يجوا الزرقاء اللي دخلت فيه. انا ملي دخلت الزرقاء ماشي مشيت هربت، لا انا بلاصيت الموطور وحده داك موساكا اللي حشو تما نعسو في هاكا. كان الحجر تما عنده في قدام المحل ديالو، بقيت تنهز نعمر واحد التريكو جاكيت على تحيته. صافي كتشوف راسك راه مهدد، فهمتي؟ عمرت التريكو بالحجر في هاكا. في اللحظه اللي يلاه بان لي الضو ديالهم دخلوا الزرقاء في هاكا، جيت اون فاس معاهم بقيت الاحجار واحد الكميه في واحد الهيئه كبيره، فهمتي؟ كنتيري فيها في هاكا
تهرس البابريز ديال القدام، رجعوا مشارين يلا غادي يدوروا الدجاج ديال الجناب تا يتهرس، خرجوا الناس جاوا والناس ما بحال هكا صافي علقوا فحالاتهم. الشهود رجعوا عندي هنا وصرحوا بصوت وصوره، مازال غادي يديو بالاشارات ديالهم. من هذيك اللحظه تحولت واحد الانسان، واحد العدو لبعض العناصر ديال الشرطه، فهمتي؟ ولا تيقلبوا لي بزاف المشاكل، اي حاجه كيطرا شي مشكل تيدخلوني فيها، ما بعيد عاد المشاكل كامله. وواحد الحاله راه دخلوني فيها اني عندي علاقه بعصابه اجراميه، والناس ما تعرف حتى واحد فيهم، ودخلت مشيت معهم جنائيات وفي الجيو قبل ما ندخلوا عند قاضي التحقيق، صافي محمرت فيهم، قلت لي ما ندخل الحبس راه غادي واحد فيكم غادي يخص، فهمتي؟ علاش انا ما تعرفكمش اصلا، علاش تتهموني؟ قالك لا راه الضابط هو اللي قالنا جبدوه، فهمتي؟ قلت له دابا في التحقيقات مجابدين، قالك لا اللي كان غادي نقوله. فين دخلنا التحقيق براوني، فهمتي؟ براوني صافي، خرج بحالتي من المحكمه ديال الجنائيه، خرج بحالتي، رجعت لابيجي. علاش رجعت لابيجي؟ قالك اللحظه اللي مشيت لابيجي مشيت بالموطور، حطيته عند العساس بحال هكا، دخلت مشيت عند العساس، قلت له الموطور ديالي فين هو؟ قال لي راه خرج واحد الضابط يقول لي بالزيد راه دخلوا لداخل. هذا راه تال مؤخرا منها، ومازال الحقد، مازال الكراهيه. دخلت بحال هكا عندو، قلت خويا الموطور ديالي، وقبل ما ندخل عندو دزت واحد المقهى تما، واحد باتيسري قصيت فيه، وعندي في البسطام ديالي في المحفظه ديالي عندي 200 درهم ورقه 100 درهم، وكان شي 600 وشي صريف. المهم قصيت تما ديك 600 صريف حيتو كامله بقى غادي يجي، بقات عادي 10 ورقات كليت، بقى شي صريف عطيت لواحد خيلم تما، طلبني قال لي بغيت تقصي شي حاجه، قلت له لحقت لك الصريف المول هذاك كيعطيه اللي بغى ياكل. صافي خرج عندي 200 درهم ورقه، وعندي الورق ديال الموطور ما زايدين ما ناقصين، والمسافه راه بدا بعد امطار. دخلت لابيجي بحال هكا تيبان الموطور راه في الساحه، دخلت عندو لداخل المكتب ديالو، المكتب 10، قلت له الموطور ديالنا راه غادي يديه، قال لي ريح. قلت له علاش ريح؟ قلت له صافي مشيت صيفطتي للمحكمه، راه المحكمه طلقتني، عطيني الموطور ديالي. قال لي عطيني الورق ديال الموطور. كاش دخل الوراق ديال الموطور في الهضره دابا؟ انا عندي مشكل، وكان الموطور واش مدير اكسيدون ولا ساقو ولا شنو؟ قال لي ضروري تعطيني الوراق ديال الموطور. ما جبت البسطام ديالي بحال هكا، يلا غادي نفتحو بحال هكا، وين نطرو من يدي؟ شي واحد معامله ما فهمت انا والو، جبت نطرو من يدي وريح مور البيرو. قال لي ريح، اذا ملي غادي نريح راه ما نشوف شنو كيدير. هذيك اللحظه شنو دار؟ حيد 100 درهم وحيد الوراق ديال الموطور وردي البسطام. قال لي الوراق ما كاينينش. تمسح الموطور، تمسح المحفظه، كتبان لي 200 درهم ولا 100 درهم، والوراق ديال الموطور ما كاينينش. قلت لي انت اللي ديتيهم؟ قال لي انا صفار. قلت له راه انت صفار شنو هادي؟ قلت له يلاه خرجت من الباتيسري جيت مباشره عندك، عندي 200 درهم وعندي الوراق ديال الموطور ديالي، عطيني الوراق ديالي. بقى تيغول جا واحد صاحب الله كان التحق هذيك الساعه، حتى هو ولاو جوج الضيف بحال هكا. وجات واحد اللحظه دافعت بحال هكا، المهم دفعت هذاك الضابط ومشيت تنجري للرئيس ديال المصلحه، بقيت ندق بحال هكا معاك الغوجه، بغا يجروني بحال هكا، مشاد انا في الساقطه بحال هكا. خرج رئيس المصلحه شنو كاين؟ قلت له استاذ الخير راه عندي ما مشاكل، وهاللي كاين واللي كاين، وهاد الضابط قبل هاد الحدث هذا جا عندي واحد النهار تما وطلب مني اني نتوسط لي مع واحد شعار حاشا، فهمتي؟ المهم وقع سوء تفاهم بيني وبينه، وهزيت فيه دعوه قضائيه، والقضاء حتى الدعوه القضائيه ما داروا معايا فيها حتى شي حاجه، فهمتي؟ تمشي راه حضر عاد بوحدي، فهمتي؟ هي الرئيس المصلحه قال لي شنو كان؟ قلت له راه عندي ما عدا وهاللي كاين واللي كاين واللي كاين. قال لي ريح بلاتي شويه. دخل السد البلاك عنده شي مكالمه، ريح في هكا، مشاو هما رجعوا للمكتب تيشوفوا فيا، وشويه مشاو للتليفون تيهضروا، وقيلا اتصلوا بالنيابه العامه عطاتهم الامر ديالهم، جاو صافي جروني من تما من قدام المكتب ديال رئيس المصلحه، داوني للسياره من تما مباشره للمحكمه ابتدائيه، ندير لي اهانه موظف. دخلت عند التحقيق قلت له استاذ قلت له جاي من الجنائيات، اللي كان واللي كان، الناس راه عندي عداوه، والعداوه راه قديمه من ذاك لافير ديال السيدات اللي سقط قتلات، اللي كان واللي كاين، شنو انا تصرفت كمواطن، فهمتي؟ راه معلومات صحيحه راه عطيت للجهه المسؤوله، علاش هي تعامل معايا بحال هكا؟ قال لي ولدي انا صدقتك، ولكن الاجراء القانوني ضروري خصنا نطبقوه. قلت له شنو دابا، شنو هو الحل؟ قال لي خصك ضروري تعطي تخلص واحد الكفله ديال 2000 درهم. كثر ما عنديش تليفون، قال لي هكا التليفون. المهم عطاني التليفون مسكين، اتصلت بالدار جابوا 2000 درهم، خلصنا الكفاله. رجعت لابيجي مباشره ثاني، قلت له عطيني الموطور ديالي، شد محضره عاوتاني دير اهانه موظف اخرى. جرني واحد الضباط قال لي سير بدل الساعه اخرى. مشيت هزيت دعوه قضائيه، دفعتها لنفس المحكمه، حكموا لي باش ناخذ الدراجه ديالي، جيت النسخه ديال الحكم، قال لي القاضي سير عنده عطيه النسخه ديال الحكم راه غادي يعطيك الدراجه ديالك. مشيت عطيته النسخه ديال الحكم، هذه ماشي مجرد هضره، راه الاحكام هنا والشكايه هنا وكل شيء، حتى الحكم ديال المحكمه راه عندي هنايا.
قدمت لي الحكم ديال المحكمه في امر ديال القاضي تيقول لي المفروض عليك انك تسلم لي الدراجه ديالو لان ما عندك حتى شي علاقه بالقضيه فهمتي. عطيه الدراجه ديالو تنامرو باش عطيه الدراجه ديالو فورا. قال لي سير المستودع عاد تاخذها من تما. مشيت المستودع تقلب ما كاين لا دراجه لا والو. انت كتشوفها الحقره فهمتي ما فهمتش انت شي حاجه. انا مشينا خدمنا مسائل قانونيه وحكمت لي المحكمه ومشيت وهزيت دعوه وحكمت لي المحكمه باش ناخذ الموطور ديالي ومشيت عطيتهم الحكم ديال المحكمه. قالك سير المستودع. مشيت المستودع ما كاين لا موطور. الموطور شو دا عطى لشي واحد صاحبو وهادي الحقره فهمتي. هادي راه الانسان راه بالسيف شي وحدين تيخرجوا الطريق و تيكون عندهم واحد المسار نقيض نظيف فهمتي و شويه كيتبدل المسار ديال الحياه ديالهم. راه بحال هذا النوع وملي تيرغموا عليك انك تغير وتبدل وتبقى تفكر شي افكار خايبه فهمتي بزاف. المهم انا وليت بحال شي عدو ديال الضابطه القضائيه. مني بحلول العام اللي جاب لك كيتحقق كان مع واحد الضابط الله يعمرها دار فهمتي. اللي ود الناس راه ود الناس ولد الحرام راه ود الحرام. هاد الضابط هذا فهمتي النزاهه والاستقامه ما يظلمكش فهمتي ولكن في الخدمه راه سيرفيس فهمتي. مني كما قلت لكم الجامعه قال لي الامر ديال التفتيش السيد بحال اللي تشوكا منه فهمتي ما بقاش حاملو. كنخليوه في 17/6 قبل 17/6 الى سنه 98 قبل 17/6 تقريبا في شهر شهر 6 قول اليوم 9 مع 10 المهم. المهم قبل 17/6 قبل 17/6 كان واحد الحز ديالش. هاد الحز ماشي تسمع حز انا راه جا فتاش ولا ما كاين لا تفتيش لا والو. العام الباب وبقى كيتسناني تما وطلعت بوحدي وعندنا ضياف وعندنا واحد المسؤوله كانت من الرباط كانت معنا هنا من العائله وكلشي ضابط وجات حتى المحكمه باش يتصنتوا لها وما تصنتوش ليها. هاد المحجوز ديال الملابس ديال الناس اللي كانوا في السياره. لقيت بزاف الناس صرحوا بلي انك اشخاص اللي كانوا في السياره كيرتديوا اقمصه بيضاء وسراويل سوداء من ضمن الاشهادات الاشهاد ديالي والاشهاد ديال الاهل ديال الضحيه. طلب مني قال لي عندك شي تريكو ابيض؟ قلت لي ضروري يكون عندي. عندك شي سروال سبور كحل؟ قلت لي كاين. قال لي تجيبهم لي علاش؟ ندير بهم شي مول اخر ما تخافش كذا منا كذا منا حاول تعاوني عا صبر معايا. جا معايا حتى للدار وقفنا في الباب طلعت مباشره عندنا الضياف كما قلت لكم. قلت للاخ ديالي قلت لي اعطيني واحد تريكو ابيض تسمى من الماريو واعطيني واحد السروال اسود. جبدت السروال اديداس ديالي وباقي جديد عمري ما لبستو. وجبدت لي واحد التريكو ابيض شديته يلاه غادي نزف الدروج كاع عيطات عليا قالت لي بلاتي التريكو راه ديال النساء راه ديالي هذاك ماشي ديالك. كان جاي مشيت عطيته القميص ديال النساء من غير رجع التحقيق عيلقاو هذاك القميص ديال النساء ماشي ديال الرجال. والسروال ديالي كحل نوع اديداس كحل. داهم ما دامش بوحدهم دا معاهم كلاسور الكلاسور ديال واحد الطالب تيقول لي هادشي راه قبل 17/6 مني وقعت مني وقع النزاع ديال 17/6 اذا داير محضر حز ما كاين لا تفتيش هو كذلك لا والو فهمتي. اذا ولاو عنده جوج محاضر ديال الحز. المحضر الاول فيه تريكو بيضو سروال كحل وكلاسور. المحضر الثاني فيه سروال مخطط بالابيض والازرق على شكل عمودي وتريكو بيض فيه عباره فلويد وكومبليزو ازرق. اذا شنو غايدير الحوايج كما قلت لكم في الحز الاول راه عنده كلاسور وجو بياسات تريكو بيضو سروال كحل راه عنده تما في لابيجي. الضابط اللي جا معاه في الحز الثاني هو ملي جا راه ما كاين لا كلاسور لا حتى شي حاجه فهمتي. كلاسور دا من قبل دا ديك ثلاث البياسات ملي مشاو لتما ولاو خمسه اذا زاد عليهم. هذه بلا ما يعيق الضابط اللي وقلنا لي واش كاين شي تريكو ابيض نقي جديد ما فيه حتى شي حاجه يقول لك ما كاينش. كاين شي سروال اديداس كحل نقي ما فيه حتى شي حاجه يقول لك ما كاينش. اذا هذوك راه في الحز الاول ومعاهم كلاسور. ملي مشى لابيجي ملي دار الحز الثاني مزق المحضر ديال الحز الاول تم الالغاء ديالو ودخل الملابس ديال الحز الاول دخلهم في الحز الثاني. هما اللي تيحملوا رقم 2 و3 في النتيجه ديال رئيس المختبر العلمي ورئيس المختبر العلمي بداتو وما هضرش عليهم اصلا. اذا مادام جداد علاش عديهم فهمتي. اذا هنا كتعطيك واحد مصداقيه للكلام ديالي والمصداقيه ديال الكلام ديالي غادي يثبتها الضابط لان اللحظه اللي جا راه دات 3 البياسات ماشي 5 وهذوك 2 بياسات اللي زادهم راه زادهم في لابيجي وما قدرش يزيد معاهم كلاسور.
نيجا في الحز الثاني ما كانش ديك الساعه ما كاينش كلاسور، ما كاينش كلاسور، الكلاسور داه قبل فهمتي. والعام شاف هذا المسار هذا ديال الزوير وديال الفبركه وبلا ما يعيقوا بيتك الناس اللي حداه فهمتي. الضابط من جماعة راه ما عرفش هذاك السيناريو اللي بيني وبين العام اللي انا راه مشيت مع البوصله وريتو هادي وريتو هادي وديتو البالمي وهو تيقول لي ما تهضر مع حتى شي واحد، خلي المسائل بيني وبينك، راني شاك شي عناصر هنا من الضابط القضائي حتى هو داخل متورط في القضيه ومشى معايا بواحد السيناريو. اذا دا الحوايج كما قلت لكم داهم 17/6 لا غدا 18/6 تحرر المحضر، ولكن المحضر تيحمل تاريخ 19/6 ما دارش فيه 18/6. اذا هنا التساؤل شنو منين غنتسالوا علاش؟ اذا هذاك النهار ديال التفكير ديال البرمجه ديال بزاف المسائل فهمتي. اذا المحضر ديال الحج تيحمل تاريخ 19/6 مع انهم داهم 17/6 بشهاده الحي بشهاده الضارب المضروب والناس ديال اللي وقع في النزاع كلهم تاكدوا ان 17/6 هو الليله ديال النزاع، غروب هذاك اليوم ديال 17/6 كان النزاع ولا غدا في العشيه. هذوك الحوايج هذوك كانوا فيهم الدم، هذاك الدم ديالاش؟ هذاك الدم كما قلت لك ديال السيد مول الدم، هو سميتو العربي الجعبه. هذا السيد خدام في ليبيا تيجي يشوف دارهم 3 ايام 4 ايام وكيرجع. النزاع وقع قدام العميد، طلبت منه التدخل، رفض هو يتدخل فهمتي، رفض يتدخل. دخلت انا قلت له شوف الدراري صحابي ولاد الحمام يضربوا ما نقدرش نبقى كنتفرج فيهم بحالكم. دخلت فكيت بيناتهم جوج خطرات كندخل وجوج خطرات الاقمصه ديالي كانت كيقيس الدم. دخلت مره الاولى وجيت بدلت القميص ورجعت بقميص اخر وتعاود ثاني التوشه. واللحظه اللي بوه جرو بان لي واحد البسطام جيت قلبته قدام العمد فيه بيرمي فيه البطاقه الوطنيه فيه شي فلوس. هزيت البيرمي كنشوف فيه، جا العمد الراجل شد البيرمي كيشوف فيه، فيه النوع ديال الدم ديال السيد اللي فكيتو، عنده او بليس، الضحيه على ما سمعت عنده او موا. اذا كاين واحد الاختلاف، اذا النزاع كذا اختلاف حتى في التاريخ ديال الحوايج هادو. هاد الحوايج التاريخ ديالهم هو 17 غروب يوم 17/6، اما الضحيه راه تختلف في شهر 4. اذا كاين واحد راه شهرين فارق، والدم راه ثاني كاين واحد الفارق، هي ان الاول سلبي الاخر ايجابي، ديال الضحيه سلبي ديال السيد اللي فكيتو ايجابي، الاخر عنده موا هذا عنده بليس. المهم دا الحوايج لا غدا هي 18 في العشيه كما قلت لكم. بقيت انا مني مشيت مني جا لا غدا الصباح ديال 18 لقيتو سامر عليه هنا في راس ديال الدرب. غادي نتقدا تلقيت واقف في الطومبيل ديالو، قلت لي ماك شنو كاين؟ قال لي الحوايج ديال البحر وصبنتيهم ولا لا؟ قلت لي اش بغيتيهم؟ قال لي بغيت نديهم وندير بهم التمويه والاستاذ الاخر، المهم انت ساعدني وعسكت خليني ندير الخدمه ديالي. قلت لي ما بدلتش حوايج انا، والحوايج انا في السطح، قلت لي بدلت في الدار الاخرى، عندي واحد الدار كانت عندي في جهه العلامه. قال لي ضروري تعطيهم لي. قلت لي يلا، مشينا حتى للدار الاخرى فهمتي، دخلنا في حاكم، قلت له خويا بعد مني الله يرحم الوالدين، قلت له حوايج راه خليتهم في الدار، البلاصه اللي جيني منها راه هي اللي فيها الحوايج، هنا راه ما كاين لا حوايج لا عبو لا عيدي، كيبعد مني الله يرحم الوالدين. دخل لي الوطني في الحديث كذا منا، راه حق واحد التنظيم سري كذا منا، والضحيه راه عنده علاقه بذلك التنظيم وكاين سلاح ما سلاح. بديت تهرب منه في حاكا، والو ما بغاش يتفك مني في حاكا، قلت له يقدر نعطيهم لك اكثر من ثلاثه، علاش؟ قلت له تيخرج الوالد من الدار، الوالد الا مشيتي عنده يقول لك الامر ديال التفتيش كذا منا، كنرجعوا للمساله ديال الملابس، ديال الملابس قلت لك داهم 17/6، داهم لا غدا في العشيه، داهم لا غدا في العشيه، التاريخ ديال المحضر تيحمل 19/6، إذا هنا كاين واحد النهار ديال الفبركه وديال الزور وديال الترتيب ديال الامور ديالو. نهار 20 سولت عليه في المصلحه قال لك راه هاد الحوايج قدام المختبر الوطني في الدار البيضاء. نهار 21 اتصلت به قلت لي الحوايج قدام المختبر، قال لي ما عندكش من السخاف كل شي حاجه كون اعتقلتك. قلت له قدام المختبر؟ قال لي ما تخاف حتى شي حاجه خليني ندير شغلي. قلت له عيط على السيد اللي فكيتو، قلت له غادي يرجع لليبيا. دابا نعيط عليه، دابا نعيط عليه. اذا شوف دابزه 17/6 18/6 19/6 20/6 21/6 22/6 23/6 24/6 الى حدود يوم 25/6. فهاد النهار صافي طلعت لي قنديش راس نكذب عليك، مشيت عنده المصلحه تما، دخلت عنده البيرو كيشوف دابا عيط على السيد اللي فكيتو وتحرر لي المحضر اليوم، ما عيطش لي دابا فهاد اللحظه هادي، راه من هنا للمكتب ديال الوكيل العام سالينا. ملي شافني صافي محمر بحال هكا صافي جبد السلعه عمرها ديتها ديتها للسيد اللي فكيتو. قلت له طلع معي دابا لبيجي راه بغاك، طلعنا لبيجي دخل عندو المكتب
وقلت له خمني ندخل عندي بديل بيرمي كذاك من جديد. فين الحق المحضر بحال هكا تيقيد لي السميه كنيه كدا من الفصيله الدمويه ديالك؟ قال لي او بليس وجبد البيرمي وعطى لي، راه فيها باينه فيها او بليس، راني نوري لكم دابا اش غايدير في المحضر. غايدير فيه زيرو زعما او. اذا هنا قلت لكم نهار 20 سولت عليه قال لك راه مشى دا الحوايج للمختبر العلمي. اذا فهاد اللحظه اللي دا الحوايج وراه شاف البيرمي ديال السيد وعرف النوع ديال الدم ديالو، ومن مشى تما تلاقى مع رئيس المختبر عاود لي قال لي هاد الحوايج راه ديال واحد الشخص وراه شت البيرمي ديالو عنده او بليس، اذا الاخر عنده اوموا. اذا كان واحد اتفاق ثنائي هذيك الساعه، راه كان المغرب متروي شويه بالنقابه ديال التعليم، دار واحد ضجه اعلاميه تضامن مع الضحيه. وديك الساعه كان بوك البصري هو اللي شاد الامور، فهمتي، عطاهم تعليمات وصافي شوفوا لي حل. اذا مادام انه عطى الامر ديالو، هذيك الاوامر ديالو عندها ناس ديالها، فهمتي، من ضمن هاد الناس هو العميد قيد العميد الراجل هذاك، تعطي اي ميسيون فهمتي تقضيها باي اسلوب اي طريقه، فهمتي، لا حول ولا قوه الا بالله. هذاك السي صافي جابوه باش يفك القضيه، صافي رجع عنده الحريه التامه. تاك الكلمه اللي قالها الضابط اللي قال لي اني عندي لاكارت بلونش، راه فعلا عنده لاكارت بلونش، ما تيوقف مع حتى شي واحد. تخيل واحد اللقطه وقعت لي معاه، ملي كنا كنقلبوا على السياره، مشينا واحد النهار سميتو البارمي، مشينا للطريق في العود، مشي الطريق القانونيه، مشى في الطريق انتيرلي، فهمتي، وطلع الطوموبيل ديال المقهى ديال الريكس، فهمتي، جات في الزاويه وطلع الطوموبيل حتى تما، وتا ان الطوموبيل حادث الكراسه اللي قدام سميتو قدام الكراسه اللي قدام الباب ديال المقهى ديال الريكس. خرج عندي ابراهيم، هو النادي الكارسون ديال الريكس، كان يهضر مع صاحبه يقول لي حيد من تما راه انتيردي، وهو طلع لنا حتى لجيت كراسه. قلت لهذاك بلا ما تهضر مع هذاك راه كوميسير، فهمتي، صافي سالينا، صافي مدوي لحق لي ميساج وصافي، راه هذاك فهمتي راه عنده لاكارت بلونش، فهمتي. المدابزه كانت 17/6، داهم لا غدا في العوض، ما تحمل المحضر يحمل تاريخ 18/6، تيحمل تاريخ 19/6. نهار 20 سولت عليه قال لك راه دا الحوايج المختبر. نهار 21 هضرت معاه قال لك ما عندكش مناش تخاف. نهار 25 رغمت عليه يعايد على صاحب الدم، فعلا عيط عليه وحرر لي المحضر. الاخر تيقول لي عندي او بلس، يدير ليه زيرو تما زعما او. اذا ترجعوا للمحضر ديال رئيس المختبر العلمي. المختبر العلمي شنو كيدير في المحضر ديالو؟ تيدير باللي بان الملابس تسلمها نهار 25/6، وهذا تاريخ كاذب، فهمتي. انا تيقول لهم نهار 20، راه هي نهار 20 بشهاده العناصر ديال الضابطه القضائيه. ملي تيقول لك هو راه خدا الحوايج نهار 25، هذا تاريخ كاذب بدليل هما راه هما تيكذبوا بعضياتهم. اذا كما قلت لكم نهار 25 رغمت على العميد الراجع انه يستمع لصاحب الدم العربي الجعبه. اذا في هذاك النهار في نهار 25 راه تم الاستماع للعربي الجعبه، والمحضر ديال الضابط القضاء هو عندي تيحمل تاريخ 25/6، نفس التاريخ اللي كيدعي فيه رئيس المختبر انه التاريخ اللي تسلم فيه الملابس ديال العربي الجعبه من عند العميد الراجعي. والعميد الراجعي ذاك اليوم 25/6 ما غادرش قنيطره، حقيت هذاك هو النهار اللي تم فيه الاستماع للمدعو العربي الجعبه، والعميد الراجعي راه هنا في قنيطره، والمختبر العلمي راه في الدار البيضاء. اذا هنا كان كاين الزوار الاول ديال ما حدش الجزئيات، هذا العميد الراجعي. ملي كان مشى رجعوا للنتيجه ديال المختبر العلمي، كنلقاو توا انه ما حدش الجزئيات، حتى رئيس المختبر العلمي الشرطه العلميه اللي مكيبي على المغرب كامل، اللي شاد واحد المؤسسه كنقدروها ونحترموها ونبجلوها وعطينا واحد القيمه، فهمتي، في الوطن ديالنا، كنلقاو حتى هو مدير لك زيرو، فهمتي. كيفاش رئيس ديال سميتو المعلم ديال السياقه تيحدد سميتو الجعبه العربي، تيحدد ليه في الرخصه ديالو، تيحدد ليه او بليس، ملي كنرجعو رئيس المختبر تيحدد لك زيرو، فهمتي شنو هي هذه؟ اذا شكون اللي عنده كفاءه اكثر؟ واش معلم السياقه ولا رئيس المختبر العلمي؟ اذا هنا راه كانوا كيطبقوا التعليمات، فهمتي، صافي سدوا بهذاك السيد، سدوا به صافي زطموا عليه، صافي حقرو، صافي صيفطوه بوخ باق، فهمتي، بحال هكا. إذن هنا الزوار الأول عند رئيس المختبر العلمي عنده الزوار أنه ما حددش الجزئيات. أهم الزوار واللي اعتمدته الهيئة ديال المحكمة هي لاج دو سون، عمر الدم. قلت لكم دابا وقعت 17/6، الحوايج داهم العميد الراجل نهار 20،
رئيس المختبر كيدعي تيقول خلاه خداهم نهار 25، ولكن نهار 25 العميد الراجي ما غاداش تكون يطرى، لقيت هذاك هو النهار اللي المحضر الاستماع تيحمل تاريخ 25/6 اللي تم فيه الاستماع العربي الجعبه. اذا حنا غنصدقوا رئيس المختبر العلمي غنقول راه خديتيهم نهار 25/6، اذا الفارق بين 17/6 و25/6 شحال؟ جاوبني انت اخويا اللي كتسجل. من قال 8 ايام. 8 ايام راه نجيبوا واحد من تحضير يقول لك العمر ديال الدم راه 8 ايام، فهمتي؟ التاريخ ديال 17/6 بشهادة الحي، بشهادة الضارب والمضروب والشهود وانا وراسو، فهمتي؟ 17/6 رئيس المختبر تيدعي خداهم 25/6، صدقناك السي العميد السي الخبير. اذا العمر ديالهم شحال؟ من 17/6 25/6، انت كما كتعرف جيتي تسجل قلتي عمرهم 8 ايام، ونجيبوا دراري صغار غايقول لك 8 ايام، نجيبوا اي واحد من الزرقاء غايقول لك 8 ايام، رئيس مختبر شحال غايدير في العمر ديال الدم؟ غايدير اكثر من شهرين، حللها واشرحها وفسرها، اذا مادام انه قال اكثر من شهرين، صافي دير انهم لاحم لمسرح الجريمه، لاحم للضحيه، لاحم للجريمه، لاحم صافي لاحني انا الجريمه، فهمتي؟ اذا المفروض انك حجزتي واحد الملابس عند واحد متهم وملابس فيها الدم، وكتقول بلي ان ذاك الدم راه ديال الضحيه، ودرتي به بوم هنا في قنيطره كامله، والشهود كامله كتقولها لهم راه لا شهدتوا لي راه تمشي لانت لا هو، راه الدم راه ماشي ديال شي واحد اخر، راه ديال الضحيه، هكذا منا هكذا منا مشاف هذا المسار، وانا تيقول لي اسكت خليني ندير الخدمه ديالي، راه هذا الشيء كامل تمويه للاستاذ الاخر. انا كنت مطمئن بالحاجه وحده، انا السيد اللي فكيتو ما حاضر ما غادرش ليبيا، قلت لي قلت لي الا سافرتي يعني تم الاعتقال ديالي، قال لي ما غاديش نمشي حتى تدوز المحاكمه ديالك، ومشي ناكد، وفعلا جا المحكمه وتاكد المسائل كامله. اول جلسه دز فيها المحكمه دز فيها انا وميكاساك، فيها الحوايج فيهم الدم، صافي سيناريو مطبوخ وفابراك مقادين، فهمتي؟ بحال صابوا لي واحد كومبلي على قياسي، ولكن لا والله لا تصرفت لكم بالله، حقي ما تنازلش عليه، ما خديتوش على الموت هنايا، وهذه وصمه عار اي واحد تيقول على راسو حقوقي، هذه وصمه عار عليه، ووصمه على اي قادم من القضاة، فهمتي؟ انا كنبقى مغربي ولد هاد البلاد هادي تحت شعار الله الوطن الملك، وحقي ما تنازلش عليه. حنا هضرنا على الخبره، على الدم، على الرئيس مختبر الزوير، على دير او دير زيرو، تما ما بغاش يدير بلوس، علاش؟ حيت الضحيه عنده هموا المده ديال التقادم 8 ايام، رضا شهر شهرين وزياده، فهمتي؟ اذا مادام علاش دار شهرين وزياده؟ حيت علاش الدابزه راه وقعت 17/6، ولكن الضحيه راه تقتل في شهر 4. إذا نجمعوا حنا هادشي كامل نشدوه ونقولوا للعميد الراجي ورئيس المختبر العلمي هاد المسائل كاملة نشدوها ونردوها بحال شي كورة ونضربوها مع الحيط، فهمتي؟ نرجعوها واحد النتيجة واحدة، فهمتي؟ هي نهار 21 بتاريخ بشهر 7 21/7، هذاك النهار رغمت على العميد انه يعايط على السيد اللي فكيتو ويديه للسبيطار وياخذ لي واحد العينه من الدم ديالو، هذه مسائل قانونيه، ويديها للمختبر وتقارن مع ذاك الدم اللي في حوايجي، ووافق بواحد الصعوبه، فهمتي؟ بواحد التهديد مني بلي امشي عند الوكيل واشرح ليه تفاصيل كامله من البدايه للنهايه، كاع هذيك الفبركه اللي كان تيدير وهذيك الاتفاقيات اللي كانت بيني وبينه غادي نشرحها كامله. وفعلا دا السبيطار نهار 21/7 وخدم عند واحد العينه وداها للمختبر باش تقارن مع داك الدم اللي في حوايجي، واش دمه ولا لا، كما جاء في المحضر، المحضر تا هو راه كاين، وثائق الهضره اللي تنقولها كامله راه كلها مثبته بمحاضر، بخبرات، باشهادات، بالكاشني ديال رئيس المختبر العلمي وديال صاحبه عبد اللطيف سقلي وديال صاحبه احمد الزعليه وديال الراجي وديال الرحيح قاضي التحقيق، فهمتي؟ كل شيء مضبوط، كل حاجه قلتها الا هو عندي وثيقه رسميه وكاشني كم كاشني عليها. كما قلت لكم 21/7 تخدات عينه من الدم العربي الجعبه وترست المختبر كما جاء في المحضر، نرسل هاته العينه من دم العربي الجعبه للمختبر قصد اخضاعها لفحوصات معمقه ومقارنتها بذلك الدم العالق على ثياب محمد بن تازوت للجزم هل هو دمه ام لا. هذا هو الهضره اللي جات في المحضر، المحضر لا بغيتي دابا نجبدو لك.
اذا ترسلت هذا المحضر، ترسل المختبر بتقرير عدد 5396 شين قاف، كتعني الشرطه القضائيه. وهنا كاين واحد الخطا، ما كايناش الشرطه القضائيه في القضيه ديالي، كاين واحد فاسد واحد هو العميد. جاتو تعليمات، خدم دار اللي بغاه، هدد زور بوحدو، كان معاه رجل شريف نزيه مستقيم، عنده الروح المهنيه، عنده واحد المصداقيه، هو الضابط هذاك غادي اليميني. الاستاذ اللي تم الاغتيال ديالو ولا قتلوه ولا شنو؟ واش عندك علاقه به؟ واش انا جايك الحديث، فبحكم انك الظروف ضروري خصك واحد المولد مالي، خدمت كما قلت لك في مال هلالي سميتو الركس، فهاديك مال هلالي بدايه التسعينات، فهاديك التسعينات بدايه التسعينات كان العميد كيطرد تما، فهمتي؟ كيطرد على الحانه ديال الركس وبالمي وسفير بحكم واحد الخليله ديالو والد معجو. المهم تما عرفتو كان وقع لي واحد الاشكال معاه وتصالحنا وبقات الامور في هذه النقطه هذه. بحكم العمل ديالي بحانه الركس كان الضحيه كانت تتردد على حانه الركس وحانه بالمي. كما قلت لك راه واحد الاشاد اللي شفت فيه السياره، شفت فيه السائق اللي كان تتردد على حانه بالمي واحيانا مع الضحيه، فهمتي؟ وملي شفت هذاك السائق كان عندي معاه واحد الاشكال، وفحال اللي كنت عندي بحال اللي كنت كرت لي الصرف ديالو، فهمتي؟ هاد الاشكال شنو وقع؟ واحد النهار خدام انا تما بحال هكا، المسؤول ديال بالمي كان عاطيني واحد المهمه، فهمتي؟ خارج الاطار ديال العمل ديالي، اني كحارس الشخصي ديالو، فهمتي؟ تيبقى هو حتى اخر الوقت اللي كيجيو مسؤول تما كيشربوا وتيخرج بوحدو خصو السياره قدامنا، تيقول دير معايا، دير عينك معايا ملي كنمشي، حاول تشوف الباب واش سد ولا لا. المهم هذه خدمه كانت قاد عليها اجر، كان تيلوح لي 1000 1500 درهم، فهمتي؟ المهم الخدمه كنديرها، فهمتي؟ ما فيها حتى شي حاجه، ولكن زياده الخير خيرين كما تيقول. واحد النهار ساليت الخدمه ديالو على حسب العمل ديالي اللي قلت لك دابا، مشيت هذاك هذاك الباب السري اللي قلت لك، هذاك الباب السري فين جا؟ جا بين بالمي وبين الركس، كاين واحد المدخل في الشكل ديال الكراج، وكاين في القند ديالو كاين الباب السري كيدخل بالمي، هذاك هو الباب اللي كيدخل منه الضحيه وهدموا السياره واشخاص اخرين ومسؤولين كذلك تيدخلوا من هذاك القند هذاك. ملي واحد النهار صافي خوا ونزلوا كل شيء خرج من تما، مشيت للباب مشيت للباب تنقلبو، لقيت الباب مفتوح، فهمتي؟ بقيت نعيط عبد السلام عبد السلام عبد السلام، هذا سميتو عبد السلام مول بالمي، تنعيط ما نغوت والو، ما جاوبني حتى شي واحد. باش ندخل كاين خطوره، فهمتي؟ تقدر تحمل شي مسؤوليه، تقول شو طايحه شي روح تما الله يحفظ شي حاجه، ولا يتهموك بسرقه، ولا كان الحل الوحيد والاخير هو اني نتصل مباشره بالمركز ديال الشرطه. فعلا اتصلت بمركز ديال الشرطه، جاو معايا، جاو الباب يوم يعاطوا حتى هما، ما جاوب حتى شي واحد، حتى هما ما زعموش يدخلوا، اتصلوا مباشره عندهم التليفون ديال ولدو، اتصلوا الابن ديالو في واحد الفتره صغيره بحال هكا، جا الابن ديالو المدام ديالو والاخ ديالو، جات العائله تقريبا بشكل عام جات كامله، جاو دخلنا هما والبوليس دخلوا لداخل. المشكل كان كيتفاجئوا بان هذاك عبد السلام كان باقي تما، فهمتي؟ انا ما شفتوش وعيني عيطت عليه ما جاوبنيش. هذاك مول السياره اللي كتشتو اللي شتو مع الضحيه وشتو بوحدو وشتو حدو شتو في السياره اللي سرحت بها حتى هو كان تما. صافي وقع واحد الاحراج، فهمتي؟ السيد حاضره مرته وبنته، فهمتي؟ وشويه كيلقاو لداخل ومعاه واحد السيده بحال هكا، فهمتي؟ ماشي سيده، بائعته هو، فهمتي؟ كان واحد الاحراج وعبد السلام ما قدرش يقول لي شي حاجه، علاش درت خدمتي انا عيت من عيط ما جاوب، قلت لي بحال قدام البوليس عيت من عيط عليك وما جاوبتينيش، البوليس راجع هي ما يعيط عليك وما جاوبتيش، ساعة كان هو خارج تغطيه، فهمتي؟ المشكل لقيته مع ذاك الرفيق ديالو اللي كنت شفتو في الطوموبيل، فهمتي؟ بقيت يحمر فيها بحال هكا. غدا جيت الخدمه ديالي بحال هكا في الركس، جالس في الكرسي، جاوك بالسياره ديالو نفس السياره اللي شفتو مع اللي شفتو هو فيها مع الضحيه واشخاص اخرين، وقف عليه بالسياره ديالو وقال لي واحد الجمله، قال لي المهم جمله غير مؤدبه، فهمتي؟ قال لي ماك حامي فيك البيضة. تخيل كان عندي واحد القرعه ديال المناضله كنشربها بحال هكا، انا واخا خدام في تما في المهله الليل ما كنشرب مثلا كميله مخدرات، لا حتى القرعه والله الاخر ما كنستعملوش، هزيتها بحال هكا. المهم شيرت عليه نكذب عليك، جات في الزجاج وزاد بحال هكا، بقات هذاك الحزازه بينو وبينو. قبل ما يموت الضحيه بتسع ايام، شفتو بين لابطه وبين بحال غادي المسيره،
حدا واحد مول واحد مول واحد الدري تقول ليه ساعي تبيع سميتو تبيع الزريعه. كان الطريق مضيقه، واحد السيد الدري صغير تيلعب بيكالا، المهم الطوموبيل توقفت، انا جيت حداه ثاني توقفت مع الزعام، ما عنديش باساج منين ندوز، جات عيني في عين هذاك الشخص فهمتي، هذا اللي كان سبني وضربت ضربت لي الجاجه بقرعه ديال المناضه، جات عيني في عينه. كنت نتسنى عا يهضر نكذب عليك، بقيت نشوف فيه بحال هكا، بقى خنزر فيه بحال هكا، قلت لي مالك؟ صح حضر راسو بحال هكا، ما حد يشد في الضحيه بحال هكا، قلت لي السلام عليكم، وشي الاخرى قلت لهم السلام عليكم، صافي زدت بحال هادي، هادي هي العلاقه اللي بيني وبين الضحيه، الضحيه كيجي واحد المكان عمومي، انا كنخدم في المحاكاه واحد المكان عمومي، ماشي انت خدام في واحد المكان عمومي، وعايجي مثلا الضحيه ولا غيره غيره من اي كليون فهمتي، عايجي تقول لي تعال اخويا تعال نسولك فين كتخدم اش كدير اش ودير مع واحد التعارف، لا ميمكنش، ما عندكش وقت، ما عنديش وقت باش نهضر مع اي واحد. انا في لي بواط كامل ديال قنيطره كتلقى في اي بواط فهمتي تيخدم فيها اربعه ثلاثه خمسه فهمتي، كتلقى شي في الباب شي يخدم الداخل، انا الوحيد اللي خدمت بوحدي لا في الراكس ولا في لابيلفي، علاش في الباب تنصفي فهمتي، من بنادم القايره يدخل وخا يعطيني مثلا 50 فرانك يقول لي عمشي عندي راه طول ولا لا خليها بالله، علاش كنتهنى منه. اذا هذه المعامله ديالي، وهذا الشخص هذا اللي كان وقع لي هذا الاشكال راه صرحت به العميد جمع البالمي وسول، كنلقى كيتفاجئ باسماء كبيره كتدخل تما صافي دير ماشي خطوه اللور، دير 10 خطوات ورجع اللور، هذه النقطه اللي انه هرب منها. والنقطه الثانيه كان الرساله ديال الضحيه اللي شار فيها انه كاين شي تنظيم، ما عطاش الاسم ديال التنظيم وما مشاوش هذا المسار، وبانت مستجدات جديده مؤخرا، وقمنا بالتدوين ديالها ورسلناها للوكيل وكنتظروا الجواب عليها. من ضمن هاد التدوينات المستجدات اللي ظهرات، ان واحد الاستاذ كيسكن في هاد النواحي ديال قريب للمدرسه ديال الضحيه، انه كان مع شي اصدقاء وصرح لهم بانه هو اللي عنده علاقه بالقتل ديال الضحيه، والناس اللي سمعوه جا قالوا للدار ومشاو تاكدوا منه وهزوا دعوه قضائيه، والوكيل عطى الامر ديالو باش يتم الاستماع على ذاك الشخص، ملي مشى البوليس قال لك هذاك راه مختل عقليا، واش استاذ يقول لي مختل عقليا؟ هذه النقطه الاولى. النقطه الثانيه، بمجرد الخروج ديالي خرج واحد الشخص يقولوا ليه المستري رضوان، هاد المستري رضوان كان واحد من ضمن التنظيم ديال اللي عطى الاسم ديالو الى الامام، وهاد الشخص هذا عطى تدوينات كياكد فيها بان الضحيه والاخ ديال الضحيه من ضمن عناصر ديال التنظيم، وعطى واحد اللائحه ديال الاسماء، وهاد التدوينات كامله شديناها وجمعناها وعطيناها وثقناها عند موثق ودفعناها للسيد الوكيل وكنتظروا الجواب. مسكن اخر كان تيكتالي الضحيه، ثاني راه مازال ما تمش بحث فيه، وراه علمته حتى تقريبا قررت نخرج عاد علمت بهذا المسكن هذا، واهم شهيد هو الاستاذ هذا، استاذ تيقري مع الضحيه، هذا النهار اللي مات الضحيه جا هو المدرسه قال لي ما نعرفش شكون اللي قتل، السيد بكامل القوه العقليه قالوا لي التلاميذ شكون اللي قتل، مشى مباشره للصورة شده وبقى كيشتف عليها، قال لهم هذا هو اللي قاتل. المدير خاف على راسو صالي هذاك لاما بي، جاو البوليس شدوه داوه وضربوه بخمس سنين ديال الحبس، ضربوه بخمس سنين ديال الحبس، شويه شي جهه دخلت صابوا لي دوسي بلا انه مختل عقليا، داو السلامات ديال الرازي، تلاقى مع واحد جوج نزلاء تما كانوا معاه، هذوك جوج نزلاء هزوهم تما جابوهم للمدني، الساعه انا مازال في المدني ومازال ما تحكمش. جاو مباشرة عندي، فين هو بن طازور فين هو بن طازور، جاو عندي بحال قول لي اخويا راه جاناك واحد الخبر زوينة، شنو هو؟ قالك صاحب الضحية راه معتقل معنا وراه مدير خبرة وراه ما كاين لا خبرة لا والو، وراه القاضي راه فائنا وراه خايف على راسو، وواحد من هذوك دوز النزلاء تيقول لك رانا كنت انا عساس عليه بلي ما تيق حتى شي واحد، وجبت معاهم الحوار قال لهم انه هرب عند اختو لدار الداري، وتلقى تما تهديد بمكالمة هاتفية تهدو في الحياة ديالو، والمسكن ديالو هنا في قنيطرة دخلوا ليه شي غرباء وتيقلبوا علاش يقلبوا والله اعلم ما عرفت علاش يقلبوا، وهذاك الشخص رسلت الوكيل ما تجاوبش معايا، دازت واحد الفترة جابوه هو بنفسه جابوه للمدني، تلاقيت معاه مباشرة تنهضر معاه كيما تنهضر معاك انت، يا خويا شنو كاين شنو وقع؟ قال لي خويا انا راه حياتي كانت في خطر، انا راه بغيت يصفيوها ليا، شكون هما ما عطانيش شكون الجهه ولا فهمتي، بقى متكتم، والحاجه اللي اكد لي انه غادي يغادر الوطن فهمتي،
ولكن في اللحظه اللي انه داروا ليه انه ملي دخلوه داروا ليه خبره طبيب لانه مختل عقليا ومنعوه منك 5 سنين وخرج بحالاته ورجعوه للخدمه. وبعد واحد الفتره ثاني تم الترقيه ديالو الى سيرفايون شي نواحي ديال الغرب هنا. اذا هناك التساؤل اللي كيطرح نفسه كاين واحد السؤال، شكون هذه الجهه هذه اللي كانت مهداه وشويه تفاهمت معاه وشويه دارت لي ملف طبي لان مختل عقليا وشويه خرجاته من السجن من العقوبه ديال 5 سنوات وشويه رجعاته للعمل ديالو اللي كانت تطرد منه وشويه تم الترقيه ديالو. اذا هنا راه بزاف الامور خصها واحد، كاين واحد التساؤل تحتاج لواحد الاجوبه مقنعه، وهذا الاجوبه ما غادي توضح الا بتحقيق نزيه. اما انا في القضيه ديال علال القرشي الله يرحمه انا ما عندي حتى شي علاقه، والضحايا والاه ديال الضحيه تيتبتوا هذا الشيء، راه خرج الاخ ديالو تتاكد بان ما تتهمني حتى شي واحد، ما مشي لي حتى شي واحد، يجيبوا عا واحد المقنطر يشو يقول عا بنطازو راه شنا عا دايز مع القرشي ولا غادي معاه ولا جاي معاه ولا جالس كيشرب معاه قهوه ولا فرق سبيكت خدام لانه شافوني عا كنهضر معاه ولا جالس معاه شي جلس. ما انا خدام مكان عمومي، هذاك سي تان كليون كيجي كيشرب كيخرج، تعامل مزيان كنعاملو مزيان، ما عاملنيش مزيان راه نجري عليه كيما فحالو بحال اي واحد. كان احيانا تعاملت واحد معامله طيبه، ولكن المعامله انا من الصفات ديالي انا نعامل اي واحد فهمتي. مثلا هو مثلا مني خدمت انا في لابيلفي داز عندي واحد النهار تما طلب مني 200 درهم، ماشي غادي نقول ليه لا انا راه بعد خطره ساعه في ليله وحده راه كندي منه اكثر من 200 درهم، نقدر ندي حتى 500 درهم، راه فيما كيشرب كيجي يهز 3-4 تبيلات وكيجيب 200 للباب، أنا ما كنشربش، كنشدهم كنخبيهم في واحد الطاجيرة عندي تما، حتى الآخر كنعطيهم المول المحل كيردهم ليا فلوس، فهمتي؟ هذه مع أي كليون، فهمتي؟ إذا واحد الكليون كيعاملك بحال هكا، يجي واحد النهار يحتاج مثلا 100 درهم ولا 200 درهم تقول لي لا ما عنديش، لا أنا يقدر يجي واحد يطلبني أنا ما تعرفه أصلا، فهمتي؟ ونعطيها ليه. وأنا رسالتي بصفتي كمواطن مغربي وبصفة أن الشعار ديالنا في الدولة الملكية هي الله الوطن الملك، أن الله سبحانه وتعالى تيقول في واحد الآية في سورة النساء: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأنا كنعتز بجلالة الملك وكان الرسالة ديالي كنوجهها ليه مباشرة، ما طالب لا تعويض لا حتى شي حاجة، طالب فقط أني نعيش كمواطن مغربي عنده واحد الكرامة ديالو. أنا واحد الناس ما يستاهلوش هاك المنصب جلالة الملك، والله ما يستاهلوه، واحد النوع ديال البشر أنه تيفبرك ويزور وبزاف، راه ماشي أنا الضحية الوحيد، راه عدة ضحايا، ها واحد نازل مثلا في مكناس راه تمات يهودي ما لقاوش اللي قتلو، خدام مسكين على باركينغ فهمتي، عساس فهمتي، مقاودي عليه فهمتي، مشاو شدوه داو طيحوا العصا، هرسوه من رجلو، صابوا لي قرائن، صابوا لي ادله، صابوا لي حتى مسرح الجريمه، مشى مثل اليوم كيفاش قتل الضحيه، وحكموا عليه، بشحال حكموا عليه؟ بالاعدام، يحمد الله الاعدام ما نفذش المغرب. داس مورا 4 سنين عاد بان القاتل الحقيقي اللي اعترف اليوم اعترف اليوم بالتفاصيل الممله فهمتي، صافي مشى الاخر قال لي صافي سير بحالاتك عادي الامور. واحد اخرين في الجديده ثاني المولي والنوري امراه مس في واحد الدار تيلعبوا مع عظمه تما والناس كبار فلاج ما يقدروش يزو 10 رواطه فهمتي، شدوا البوليس صافي دخلوهم طيحهم العصا صافي لصقوا لهم قرائن ادله دفعوا للمحكمه تحكموا بالمؤبد فهمتي، شحال ضربوا 9 سنين مور 9 سنين بين واحد القاتل سميتو قال هو بالحرش اللي كان جاوا عندنا تما السونترال هذاك جا اعترف لي انا اللي قتلته بالتفاصيل الممله، جاوا الجوج قال لهم خرجوا، واحد مات واحد راه باقي حي، علاش هاد الظلم هذا؟ علاش؟ حنا راه في دوله الحق والقانون وجلاله الملك راه ما كيرضيش هاد الظلم هذا، علاش اجي انت سي رئيس المختبر العلمي؟ راه انت راه مسؤول واحد المركز مهم، واحد المركز عنده واحد القيمه فهمتي في افريقيا كامله، تجي انت في اخر المطاف تنفذ لي تعليمات ديال واحد الخائن البصري، تصنع لي تصور لي في التاريخ وتصور في الخبره وتصور في لاج دو سون فهمتي، علاش دير معايا هادشي؟ انا ما نصفتش اليوم راه غدا غادي نوقفوا قدام الله انا وياك. ما ينفعك لا منصب لا والو، هاد المسميات ديال الدنيا ديال وزير ولا قاضي ولا فهمتي، راه غدا غادي نتناصر مع تقاش فهمتي، غدا عندها مسميات خاصة ديالها،
غدا مستمعي ديال الغدا هي المحسنين المتقين الشهداء الصالحين الصادقين فهمتي، ماشي المجرمين ماشي المزورين، ولا حقي ما تنزلش عليه. هذه رسالة من المدعو رئيس المختبر العلمي عم تفسخال اللي دابا راه شاد الاكاديمي هنايا، راه اللي هذا راه زور في الكلاسور. الكلاسور تاعنا دو قصه نقولها بخلاصه، الكلاسور كما قلت لكم راه تحجز قبل 17/6 ومعاه تريكو بيض وسروال كحل. هذاك تريكو بيض وسروال كحل دخلوهم في الحجز الثاني، ورئيس المختبر ما هضرش عليهم اصلا. علاش يهضر على ملابس جديده؟ وما دامت جديده فما الداعي لحجزها؟ هذا هو السؤال المطروح. اذا راه ماشي من ضمن الحوايج ديال النزاع، لا راه بوحدهم هذوك القايين جداد خسروا اديداس باقي مازال عمري ما لبستو، وهذاك التريكو ابيض ماشي اصلا ماشي ديالي، ديال الاخ ديالي. واللحظه اللي غادي بين العامل الراجي وهو في الباب تيقول لي كتقول لي الاخ ديالي لا راه ديال لك هذاك التريكو راه ديال النساء راه ديالي انايا. قلت لها انا جاي انا عنوه ديال التفاحه هكاك. قالت هي تجي اللحظه ديالها وعاد تثبت بلي انك التريكو راه ديال النساء ماشي ديال الرجال، وكلشي غادي توضح. شكرا.